في مثل هذه الأوقاف والوقف هذا، هذا رزق لك ساقها الله لك، تدفع الهللات، ما هي بالريالات، الهللات، ولو تدفعها لك على مدار هذا الوقف إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها، وقف مستمر حتى لو تموت يبقى لك الوقف مستمر. من أول كنت تتمنى أنك تدفع في أحد المنشآت، في أحد المساجد، ما تلقى، لكن في الوقف هذا حتى الريالات، حتى 500 ريال، حتى 100 ريال أقل أو أكثر، كل ما تجد تقدم لنفسك. فالحمد لله السعي خير، وأنتم شفتوا بعيونكم لما رحتوا شفتوا هذا الوقف الجميل، من سقية الماء، من بذل الخير، من إعطاء البيوت والفقراء، حتى إنكم عانيتوا من الطرقات حتى وصلتوا إلى البيوت وأعطيتوهم بنفسكم وأشرفتم عليها، فهذا خير فاضل. فأسأل الله للجميع، للجميع أن يتعاونوا وأن يبذلوا في هذا الوقف المبارك. أنت قلت كلام جميل تو، مو بشرط أنك إذا أعطيت صدقة أنه بيرجع لك مال، مو بصحيح. أول شيء يجب أن إذا جاء الواحد يتصدق أنه يتصدق ليرضي الله، لا يكون في قلبي إلا الله، أنا كيف أرضي الله؟ إذا أرضى الله عنك بشبك الخير. نعم. بعدين المرء في ظل صدقته يوم القيامة، وسبحان الله صدقة تقي مصارع السوء. ترى الحين بعض الصدقات تراك تفكك من مشاكل كثير أنت ما تدري عنها. بعض الناس يقول يبغاها، يعني إني أنفق من هنا ولا أعطي أمي وأبوي من هنا ولا أعطي قرابتي من هنا، أبغاها تجيني على طول من هنا. صلاح أبنائك الآن، صلاح أبنائك، فككم الله من المصائب، فككم الله من أصدقاء السوء، من العادات الخبيثة والسيئة، أنهم موفقين في دراستهم، موفقين في حياتهم، هذه من مكسب، من أعظم المكاسب من عيالك أنهم صالحين. لذلك الآن لما يتصدق الإنسان ما يقول والله أني أتصدق عشان يرجع لي فلوس، لا، أنت تصدق لترضي الله جل وعلا، إذا رضى الله عليك أبشر بالخير. بس هذا اللي عندي. الله يبارك، الله يسلمك. احنا فك الكروبات يعني منها الوقف، الوقف في ناس محتاجين، صح؟ ففك الكروبات شيء عظيم. يعني شلون يعني انت لو قلت لك واحد مقطوع في الخط ومنقطع بنزين ورحت جبت البنزين انت فكيت كربته، صح ولا لا؟ صحيح. يعني شوف يعني ممكن كيلو ورحت من المحطة، انت فك الكروبات هو ومنها يعني انت فكيت كربة اي واحد محتاج حيدعي لك، وحتسعد انت في نفسك، وحتحس بنشوه عمل خير، وحتسعد. فمنها الوقف، ومنها فك مشكله، ومنها انك تنظف ضميرك عن الحقد وعن الحسد وعن الخبث وعن هذه كلها فك روبات. فانت وش تدور؟ دور ان الله يسعدك وان الله يسر امورك. اليك وانقف الخير صفو ريعه ونقي، صفون ريعه ونقيه.